احنا يا ناس اليوم جايين من ذوي الحقوق دايرين واحد الوقفه السلميه بانها هذا السيد النائب حنايا كنا من فرع ولد الحمراء سجلنا في 2016 في 2020 تفاجئنا قال لك راه نتوما هاد ولد الحمراء مذكوري الاصل هي هذيك حطينا الطعن ديالنا حطوا دخلوا ثلاثه من العائله ديالنا وحنا رفضونا دابا ولا هذاك ولد الحمراء اللي كانوا في الاول مجهول مذكوري الاصل عفوا مذكوري الاصل ولا ودخلوا منه ثلاثه ديال الناس من لا فاميل ديالنا من العائله من العائله هي هذيك ودابا حنا رحنا رفضونا وهاد النائب يرفض اللي بغى وكيدير اللي بغى وكيقول لك الصلاحيه انا عندي انا ندير اللي بغيت وندخل اللي بغيت ولكن هذا الشيء راه غير قانون وهاد الناس اللي دايرينهم في هاد اللجنه النيابيه بالنسبه للخدوش الحمراء ما ساكناش من السبعينات ما دخلت لهاد الارض هي ساكنه مارت في كازا ولا مارت فين ممكن يقول لك على الاقامه هو ولادو خارج خارج الوطن على عايشين على برا علاش كنتفاجئوا بهم محطوطين كيقول لك على الاقامه حنا عندنا سيده يلا قطع الشنطي في ولاد حدو قال لي ما عندكش الاقامه وانت ولادك اللي على برا عندهم الاقامه واش هو ولادو اللي على برا عندهم الاقامه هاد النائب حقرنا وكيدير التصرفات اللي قال ليه راسو كيديرها وحنا حنا راه جايين حنا ما غنسكتوش على حقنا سواء اليوم سواء غدا ما غنسكتوش على حقنا وهذا النداء كان نطلبوا حنا السيد العامل يحقق في هذا الملف حنا فتنا درنا وقفه ذاك الاسبوع الاخر احتجاجيه وحنا كان اليوم درنا وقفه يعني الوقفه الثانيه هذه وحنا ما غنعياوش وحنا كناشدوا سيدنا هو القائد الاعلى محمد السادس ياخذ لنا حقنا من هاد الناس حنا راه حقرونا وحنا كيقولوا لنا انتم مستوطنين حنا ماشي مستوطنين حنا ولاد البلاد وحنا عندنا اوراقنا ها علاش يرفضونا ويرفض من يبغي يقول لك واخا ما عرفتش تجيبوا حنا غادي نرفضكم الا حنا ما غنسكتوش السلام عليكم اولا السلام عليكم كنشكر الصحافه المغربيه اللي كتبلغ الخبر عن سائريه مشكورا جزيلا انتم مشكورون اليوم هذه رساله موجهه لسيدنا نصره الله بلي هاد الناس النواب ديال الارض جماعه ولاد المجاطيه مديونه النواب ديال الارض السلاله قساو الناس ذوي الحقوق وعندهم ملكيات وعندهم ما يفيد بانهم جدهم كيتملك في هذيك الارض وبزاف الوثائق اللي هي مهمه صادره عن الدوله المغربيه وهاد الناس راه كيكذبوا هاد الوثائق الوثائق اللي هي خارجه من من المحاكم قاضي التوثيق بزاف العدول ب 12 شاهد يعني ما يفيد وثائق مهمه وضربوا باب عرض الحائط وقالوا لكم هذه الوثائق راه غير كذوب وهذه وهذه والناس راه بغينا نريحهم عام الحوار ما بغاوش على ايد السلطه راسلناهم مرارا وتكرارا ما بغاوش كيقول لك احنا غنقولوا لهم احنا غنقولوا لهم وكيف يعقل ان ارض سلاليه كيسيرها نائب واحد راه لا يعقل بلا انتخاب بلا والو والقانون ديال الدوله المغربيه راه كيكون باللي خص يكون التصويت على النواب ديال الارض الجموع وهاد الناس ما داروش داك الشيء ما داروا حتى شي حاجه كاينه في القانون المغربي هاد عندنا وثائق من مطلع القرن التاسع عشر ديال المملكه المغربيه شاهده لينا سجلات الدوله المغربيه هذيك الارض في جماعه ولاد المجاطيه اللي هي حدرتها في جماعه ولاد المجاطيه لو كانوا هاد الناس تيوارثا بوحدهم غيديروا على رسم عقاري ديالهم خاص بهم يملكوها بسميتهم عادي ما كاين حتى واحد غيتدخل فيهم وهاد الناس راس الدوله المغربيه سجلتها في سميه ارض سلاله ولاد المجاطيه وهاد الناس راه حرفوا بزاف الوثائق حرفوها وكيديروا اجتماعات بوحدهم ما كيحضروا حد وكيديروا بزاف الحوايج اللي هي سلبيه بزاف وعندنا وثائق مهمه كنراسلوهم وهما هادوك الورثه عزز سليمان الملف ديالهم بوثائق مهمه
وفي الاخر حيدونا هنا وخداو ما داكشي اللي بغاو. وهذه رساله موجهه لسيدنا باش ياخذ لنا حقنا ان شاء الله من هاد الناس النواب ديال جماعه ولاد المجاطيه. راه ما راه الشيء لا يعقل، لا يعقل، ما يتقبلوا لا المنطق ولا عقل ولا. وشكرا. التامين ولاد غالم، الملكيه ديالنا فيها ولاد غالم، النقاب ديالنا البعمريين. وكنشكركم ان شاء الله، لغاو لينا الملف الاول وحنا دابا كنعاودوا حتى حنايا درنا الطعن وكنطالبوا بالحقوق ديالنا، كنطالبوا بالحقوق ديالنا البعمريين، كنطالبوا بالحقوق ديالنا. وشكرا. حنا من الورثة ديال فرع ولد الحمراء، هذا الفرع اللي كانوا لغاوه، لغاوه بان حنا كنا مسجلين في 2020 وكانوا معترفين بنا 2016. من بعد هذا الفرع ديال ولد الحمراء حيدوه بالمره، لغاوه، والناس اللي من تميتو دخلوا من فروع اخرى. فمنين درنا الطعن وداكشي عاودوا دخلوا هذا الفرع ديال ولد الحمراء ودخلوا منه ناس اخرين. والغريب في الامر حنا لغاونا، بغينا نعرفوا واش كاين شي قانون كيحيد فرع وشويه كيدخلوا وشويه كيدخل منه شويه وكيخسر اخرين. حنا كنطلبوا من السيد العامل يتدخل في هذا الملف ويشوف يبرك مع، بغينا نبركوا مع السيد النائب زيدان ويشرح لينا ومقابله ويشرح لينا ونعرفوا علاش حنا تلغينا، علاش هذا الشيء اللي كنطلب. وشكرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم انصر سيدنا وانصر أمة القصر العلوية. حنا خوتي ولاد البلاد ومجاطيين وضايعين الحق ديالنا، علاش ترفضوا حنايا؟ علاش؟ وحنا عائلة ساكن عندنا واحد 200 عام في السكن ديالنا، حنا تما في ولاد مجاطية وجودنا مجاطيين، وفي الآخر يرفضونا حنا. وماشي معقولاش واللي ماشي مجاطي داروهم مجاطي. كاينين دكالة، كاينين رحامنا، كاينين جميع أنواع المغاربة هما اللي استافدوا، وعلاش حنا ما نستافدوش لولاد البلاد؟ وشكرا وشكرا شكرا. والله يخلينا محمد السادس هو اللي غايدير لنا الحل ديالنا، وما هاد الناس غير كيعبطوا علينا وكيزيدوا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا دابا عندنا الأرض ديالنا، هادشي ديال السلالة ولاد المجاطية، ورفضونا وما عندهمش حق باش يرفضونا. الله يخلي لينا مليكنا وعاش الملك. حشوم عليهم، دخلوا البراني ورفضونا حنا. علاش يرفضونا حنا؟ ماشي معقول هادشي. والأرض ديالنا ديالنا وديال جدنا الجلالي الله رحمه، وحنا خسرنا بزاف واللي ما عندوش تسلف، وحشوم عليهم. علاش يرفضونا؟ عاش ملكنا والارض راها ديالنا، وما يرفضوناش ويدخلوا البراني. عيب عليهم هادشي، حشوم عليهم هادشي، عار عليهم هادشي. الله يرحم اللي مات وخلى، علاش يقلعوا لينا رزقنا؟ وعاش الملك، عاش سيدنا. بغينا تنطالب حقي، كاع كنطالبوا حقنا. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. بسم الله الرحيم. حنا ولاد المجاطيه الاصليين كنديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه سلميه ضد النواب ديال الاراضي السلاليه اللي هما غير شرعيين. كاينه واحد المجموعه غير شرعيه كتدخل وكتخرج وكتعمل اللي كتبغي. وحنا اصليين وبوثائقنا وعندنا ملكيات من عام 1909 و 1912 و 1926، وهاد الناس سجلونا في اللوائح الاولى، ومن بعد داروا 1800، ومن بعد حيدونا وخلاو غير 800 ما عرفناش. وطعنا وملي طعنا نادو هما اللي قلبوا الطعن، ما فهمناش المسائل ديالهم كيف دايره. وشكرا ويحيى محمد.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.